صباح الخير، بشركم لبس. ايه الاخبار النهارده؟ انا طالع رحله، المفروض اكون صحيت اول ماي الساعه 6:30 عشان الكويس يتحرك، بس انا في الاجونس بتاع الشاجه بقت الساعه 6:30. مفيش اي حد، يعني تقريبا مفيش اي نوع مواصلات ولا حتى تاكسي، فمش عارف، يعني مفيش حد في الشارع، مش عارف اروح ازاي. على الله التسهيل. وصلنا اخيرا بعد طبعا ركوب تاكسيات ومشي مسافات، بس الحمد لله وصلنا. الساعه دلوقتي 7:15 تقريبا، يلا نلحق نطلع. دلوقتي وصلنا لثنية الحد، دي الحتة اللي احنا رايحينها. دي جبال فوق عالية جدا، مش عارف احنا ارتفاع قد ايه، بس الدنيا تلج زي ما انتوا شايفين كده، موضوع فظيع. انا مش قادر اخد نفسي من كتر الهواء الساقع والطلعة. يلا بينا. ما شاء الله الجو زي ما انتم شايفين قمة البرد. انا اول مرة اشوف تلج يا جدعان. بصوا منظر الشجر والجبال ورايا، حاجة ما شاء الله. درجة الحرارة يا جدعان دشت تلج، يعني درجة الحرارة مثلا بتتكلم في -1 -2 حاجة كده. التلج ما كنتش متوقع كده يا جدعان. حاويت من البرد. قعدوا يقولوا لي البس شرابات كتير والبس بتاع، قلت لهم لا لا، هو جاكيت الدنيا تبقى تمام، جوانتي ممكن خفيف كده اللي هو ايه، لكن تلج في وشي لا. بص يا جدعان الاحساس. مش قادر، يخش في عيني. بصوا يا جدعان المنظر، ممكن نزيد ونوريكم.
مشي انا كده. البرد غير البرد والله. بس نوريكم المنظر ورا هنا عامل ازاي. ما شاء الله. التلج زي ما انتم شايفين بحيرة متجمدة. دلوقتي البرد يشتغل والتلج زاد. بلم الحاجة اهو، حتى انا ابتديت اطلع المايك عشان اصور. مش قادرين بصراحة، حتى الاكل ما مش عارفين ناكل. بس هنضطر ننزل بقى، مش عارفين ننزل ازاي في التلج ده. انا ايديا باظت، ايديا ازرقت ومولعين نار وكل شويه تطفي حاجه اخر حلاوه. في رحلة النزول الرجوع. الفكرة بقى في النزلة ان هي اصعب من الطلوع، لان بتزحلق. يعني احنا ماشيين دلوقتي على تلج، الطريق كله كان هوا، كان مش مليان تلج، لكن دلوقتي مليان تلج اكتر بكتير. مش شايفين ولا لا؟ بس ايه، هي الفكرة كلها في الزحلقة بقى. بس لازم نوصل. انا جامد. We'll be right back.
وصلنا اخيرا للاتوبيس. كانت نازله صعبه، اتبهدلنا، شايفين اللي انا فيه؟ اتبلينا واتزحلقنا مليون مره. نازله اصعب بكتير بكتير من اللي طالعه، والتلج لما يجي في وشك وعينيك زي ما انا جاي في عينيا كده فمتشوفش حاجه. دلوقتي انا وصلت اخيرا الحمد لله، كان يوم طويل وحلو. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، تعملوا لايك سبسكرايب تعملوا شير، تقولوا رايكم في الفيديو في الكومنتات. استنيكم، السلام عليكم.